نعم. قال لأعطين الرأيك هذا الرجل أن يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. الله سبحانه وتعالى يحب ويحب، لكن لا يمكن أن تكون محبة الخالق الكامل كمحبة المخلوق الناقص. نعم. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عليه فأرسل نعم. إليه. ما قالوا رضوان الله عليهم علي مريض ونحن ظللنا طيلة الليل نفكر وندعو، أعطينا نحن الفضل، لماذا لم يعترض أحد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله نحن أحق بهذا الفضل من علي رضي الله عنه؟ تحقيق الصحابة رضوان الله عليهم للإيمان بباب القضاء والقدر، اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيب، هذا الذي قدر الله خير لك. جاء الفضل لمن؟ لعلي. آمنا وصدقنا وسلمنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبة تخلف لي خيرا منها. صح؟ أي نعم. رضا بالقضاء القدر، حققوا الإيمان، أمر صعب هذا ترى، ليس بالهين، حققوا الإيمان بالقضاء القدر رضوان الله عليهم. نعم. فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع. هذه الآية الثانية. الآية الأولى أين في الحديث؟ أين الآية الأولى في الحديث؟ الآية للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يفتح الله على يده، بشام فتح خيبر وفتحت خيبر في اليوم الثاني. الآية الثانية برئ كأن لم يكن به وجع. سيلمة قالوا له عندنا رجل به مرض في عينه، تعال اصنع به كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم بعلي رضي الله عنه. تمتم وبصق في عينه، ذهب بصره، نسأل العافية والسلام. فضيحة. ولهذا العلماء رحمهم الله يقولوا أن خوارق العادات أربع، يعني أشياء تأتي على خلاف ما اعتاد الناس، يعني يطير في الهواء، يمشي على سطح الماء برجليه، هذه خوارق عادات خلاف ما اعتاد الناس، يشرب السم مثلا. خوارق العادات أربع. الأول آية، وهذه للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، والأصل أن نقول آية لأنه هذا الذي جاء في القرآن لا نقول معجزة، أحسن. الثاني كرامة، وتكون لأولياء الرحمن، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. الثالث معجزة وفتنة واستدراج، وتكون لأولياء الشيطان كما يحصل للدجال، نسأل العافية والسلام. الرابع فضيحة كما حصل لمسيلمة مع هذا الرجل، وكان في بئر وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن هذا البئر فيها ماء قليل، ادعو الله سبحانه وتعالى، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بصق في البئر وإذا بالماء يزيد، وقالوا مسيلمة عندنا بئر فيها ماء قليل نريد تصنع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى البئر تمتم وبصق جف البئر، نسأل العافية والسلام. فضيحة. نعم. خوارق عدد. نعم. فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. ثم ادعهم إلى الإسلام. إذن هؤلاء أهل كتاب ودعوا قبل هذا، أول ما يدعى إليه هؤلاء الإسلام. نعم. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. لماذا يقسم؟ حتى يؤكد هذا الأمر، أسلوب عربي معروف لتأكيد الكلام. رجلا واحدا، رجل واحد خير لك من حمر النعم. الأموال ذاك الوقت، اليوم عندنا عقارات تقول عنده 20 برج مثلا في كذا وفي كذا، وهذا عنده يعني كذا، ذاك الزمن الأموال أفضل أموال الإبل. فيقول خير لك من أنفس الأموال عند العرب في ذاك الزمن. ماذا؟ رجل واحد، رجل واحد. بعض العلماء يقول حتى وإن كان مسلما لا يعرف الصلاة لا يعرف التوحيد تدله هذا خير لك من أنفس الأموال. نعم.
يدوكون أن يخوضون. نعم، بهذا انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الأبواب الخمسة، وقلنا هذه الأبواب الخمسة كالمقدمة لكتاب التوحيد. وجوب التوحيد أوجب الواجبات، فضل التوحيد حتى تشتاق، تحقيق التوحيد حتى تحقق، ومن تحقيق التوحيد الخوف من ضده والدعوة إليه. انتهينا من القسم الأول، نكتفي أو نأخذ القسم الثاني؟ كيف ما نستطيع ننتهي إلى نأخذ الثاني، لكن هذول يصبروا أو لا؟ إن شاء الله يصبروا، يعني نصف ساعة أو ساعة إلا ربع إن شاء الله، ما نطيل. اليوم جمعة، عشان في خطبة يعني وقف؟ لا نمشي قليلا. ها؟ نواصل. بسم الله، نمشي قليلا. نعم، الآن يبدأ المؤلف بالقسم الثاني. الآن بدأ يفسر لك التوحيد، يبين لك التوحيد، يظهر لك التوحيد، أي توحيد الذي وجب عليك وتشوقت إليه ولابد من تحقيقه والخوف من ضده والدعوة إليه. قال خذ توحيد الآن من هنا إلى نهاية الكتاب، لكن هذا القسم الآن يفسر في التوحيد، لكن فسر التوحيد بضده وبضدها يتبين الأشياء. فسر التوحيد بالشرك، ما هو القيام؟ قال ضد القعود، العلم ضد الجهل، مفهوم؟ نعم، لكن لا يستقيم عند بعض الناس، تأتي بالضد يقول لا 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 أريد هذا التعريف. نعم. قال رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. نعم، الآن بدأ في الكتاب، لأن الآن بدأنا ترى، هذا قبل كلها يعني مقدمة. نعم. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. الآية يريد المؤلف بهذه الآية أن يبين لنا الشرك في الدعاء، والدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة، أي عبادة تصرف لغير الله شرك أكبر، ودعاء مسألة دعاء طلب ينقسم إلى قسمين: فيما لا يقدر عليه إلا الله صرفه لغير الله شرك أكبر، طلب الولد رزق من الأموات مثلا شرك أكبر، وفيما يقدر عليه المخلوق يصح بشروط أربع: أن يكون حي وحاضر وقادر وتعتقد أنه السبب. أقول لهذا الشيخ أعطني كاسة ماء، يصح؟ نعم، حي وحاضر وقادر أعتقد أنه سبب. أما أطلب ماء من الأموات مثلا أو إنسان غائب أو إنسان مشلول، هذا الشرك. نعم، إذن أراد أن يبين الشرك في الدعاء بهذه الآية. نعم، معنى الآية: أولئك الذين تدعونهم من دون الله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والملائكة عليهم السلام والصالحين، هم في أنفسهم يدعون من؟ يدعون الله. كيف تدعو من هو داعي مفتقر إلى الله؟ تدعو من؟ غني سبحانه وتعالى. نعم، وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذا التوحيد. نعم. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. الآية. نعم، البراء من الشرك أهل، إلا الذي خلقني. لماذا قال إلا الذي فطرني ولم يقل إلا الله؟ لأنه أراد أن يبين أن المنفرد بالربوبية لابد أن يفرد بالألوهية، الخالق والمستحق للعبادة، اعبدوا ربكم لماذا الذي خلقكم. وأراد أن يبين أن هذه الأصنام مخلوقة مفتقرة، كيف تعبد من دون الله؟ كيف نعبد الجيف؟ كيف تعبد الجيف؟ في أحد يعبد جيفة؟ نعم، يعبد أصحاب القبور. فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك فيها شديد الطول والإنعام، إليك نشكو محنة الإسلام. والله تعبد قبور أكرمكم الله كلاب، قبور كفار تعبد من دون الله، ويترك عبادة الواحد القهار سبحانه وتعالى. نعم. وقوله: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. الآية. نعم، اتخذوا أحبارهم علماء، اتخذوا أحبارهم علماء، يقال حبر ويقال بحر للسعة، ورهبانهم عبادهم، أربابا قدموا طاعة هؤلاء على طاعة الله. أراد أن يبين لك أن التوحيد هنا ضده شرك في ماذا؟ في الطاعة، مفهوم؟ نعم، اتخذوا أحبارهم، هذا في القديم، في القديم كان يعبد الصالحين والعلماء، اليوم يعبد الطالحين نسأل العافية والسلام، وهم أصلا من يحكي عن هؤلاء الكفر والضلال والإلحاد. في القديم إذا كان يعبد الصالحين وعلماء، في العصر الحاضر لا، يعبد مجانين وكفار وأحجار وأشجار، أول أحجار وأشجار كانت لا تعصي، اليوم يعبد من
يقول هم عنهم أنهم كفار، والله هم يقولوا عن هؤلاء أنهم كفار، ولا يصلي ولا يصوم ويشرب الخمر ويزني، يعبد من دون الله. نسأل العافية والسلام. نعم. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم، أراد أن يبين لك هنا الشرك في المحبة، وفقك الله لما أحب، يحب الله ولا يحب أحد مع الله. طب أين محبة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ملائكة عليهم السلام والصالحين؟ محبتهم تحت محبة الله. الآن لو رفعنا إنسان مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، لو رفع أي إنسان اليوم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنه النبي أو رسول، إيش حكم هذا؟ كفر أكبر، صح؟ إذا لو رفعنا إنسان مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا كفر أكبر، فكيف بمن يرفع شمسان وغيره مرتبة جبار السماوات والأرض؟ هذا إيش؟ كفر أكبر. إذا من يرفع إنسان مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم يكون كفر أكبر، ومن يرفع إنسان مرتبة جبار السماوات والأرض ما يكفر كفر أكبر؟ من باب أولى. نعم. ومن الناس، يعني بعض الناس، من يتخذ من دون الله أندادا شبهاء ونظراء ومثلا، يحبونهم كحب الله محبة مساوية لمحبة الله. فكيف بمن أحب الند أكثر من حب الله، وكيف بمن أحب الند ولم يحب الله سبحانه وتعالى؟ نعم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. هذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، لكلمة الإخلاص ركنان هما نفي وإثبات فاحفظنهم. لا إله نافيا، جميع معبد من دون الله إلا الله مثبت عباد الله وحده لا شريك له، فلم يجعل التلفظ بلا إله إلا الله عاصما للدم والمال، بل ولا الإقرار، بل ولا العمل، حتى يضيف إلى هذا الكفر بالطاغوت. فإن شك في الكفر بالطاغوت أو توقف أو تردد فليس بموحد. نعم، هذه أعظم مسألة يقول. نعم. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، يعني أريد أشرح لك التوحيد الذي وجب عليك وتشوقت إليه ولا بد من تحقيقه والخوف من ضده والدعوة إليه، من هنا إلى نهاية الكتاب سأشرح لك التوحيد، انتظر لا تستعجل. نعم. قال رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. نعم، من الشرك الأكبر أو الأصغر، أكبر إذا يعتقد أنها مؤثرة بذاتها، وأصغر إذا يعتقد أنها سبب وهي ليست بسبب. كثير من الناس في هذه الأيام هدانا الله إياهم يعلق على البيوت رأس ثوب وأعين الذئاب وحافر الفرس وكف خمسة وخميسة، صحيح، وخرق سوداء، تشوف على التريلات الآن، تريلات ولا السيارات الكبيرة هذه خرق سوداء، والله صدق، وبعض الأشجار وبعض الأصداف من البحر، وبعض الكتابات: عين الحسود لا تسود، عيون الناس صابتني ورب العرش نجاني، يا داخل الدار صلي على النبي المختار عليه الصلاة والسلام، والخرز الزرقاء وقل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس في مدخل المنزل، ولا إله إلا الله، وأشياء كثيرة ما أبغى أقولها. المهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه أولاد، لديه أولاد ولديه بيت ولديه دواب، وضع شيئا من هذا ليه؟ لماذا؟ من الذي يحفظ لنا هذه الأشياء؟ من؟ الله، صح؟ إذن هذا الأشياء لا يمكن، لابد أن ننبه الناس إخواننا على هذه الأشياء، حتى وإن كانت زينة لا تجوز، لا تجوز، خطأ كبيرة من كبائر الذنوب. لأنه لو يعتقد أن هذا رأس الثور هو الذي يطرد الجن والشياطين والعين، هذا شرك أكبر. يعتقد أن السبب الله سبحانه وتعالى ما جعلها أسباب لا شرعية ولا حسية، فهذا شرك أصغر، لابد نحذر من هذا، مفهوم؟ نعم. لرفع البلاء يعني بعد نزوله، أو دفع قبل نزوله. نعم. اشترى سيارة لكزس الشيخ 2020، وهذا قال حط فيها مصحف، ليش؟ قال عشان ما يحصل لها حادث. طب لو حصل لها حادث، هل النبي صلى الله عليه وسلم وضع المصاحف في على الدواب وعلى؟ لا، والمصحف الله سبحانه وتعالى أنزل علينا القرآن حتى نضعه في السيارات أو نقرأ،
نقرأ، مفهوم؟ حتى اكتب لا إله إلا الله ما شاء الله تبارك الله يا داخل الدار صلي على النبي المختار عليه الصلاة، هذا كله لا يصح. نعم. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ما إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الآية. نعم. أو أرادني برحمة، من الذي يكشف الضر؟ الله سبحانه وتعالى. هذه الأشياء لا تنفع ولا تضر، والله. نعم. وليست أسباب أصلا. نعم. عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، من صفر يعني من نحاس، حلقة في يده. تعرف الآن الشباب عندنا ما شاء الله أي شيء يعلق على الشباب كأنه علاقة ملابس أو سبورة. بعض الناس والله نسأل عافية، شفت تعرف السبورة؟ هذه سبورة هي عندنا، بعض الناس سبورة والله. كان عندنا واحد في حارتنا هنا إذا وجد وقت يأخذ هذا ويجلس ويبدأ يرسم على جسده سبورة والله هذه الأيام، وقال هذا التقدم وهذا الحضارة، حتى كثير من المسلمين يصنع هذا والله سبورة. اللي يبغى يرسم تعال ارسم، ما عندك أي مشكلة. تبغى تكتب ذكرياتك اكتبها على جسد فلان، نسأل العافية والسلام. والله الحمد لله على نعمة الإسلام يا رب. إي والله، إيش دخلنا في هذا يا رجل؟ فيها حلقة من صفر. فشبابنا اليوم تحصل معلق أشياء على جسدي وكذا وعلى السيارة، إيش هذا؟ قال ما عندي أي اعتقاد والله ولا شيء، بس أنا أعلق. طب أنت متشبه بالمشركين، مرتكب كبيرة، تفتح باب شر على الناس. الآن يشوفك عبد الرحمن يقول يا رجل ممكن يصير هذا، خليني أنا أضع زينة أيضا. لا، ما يمكن نتشبه بالمشركين. نعم. فقال ما هذه؟ قال ما هذه؟ أدب. ما هذه؟ قال من الواهنة، يعني من مثل روماتيزم. واليوم موجود هذا، بعض الناس يضع قطعة من نحاس، إيش ذا؟ قال روماتيزم. إيش هذا في عنقه؟ قال والله حمى. وإيش الخيط هذا؟ قال عشان حمى. طب هل هذه أسباب حسية؟ أطباء أجمع على هذا؟ لا، فقط قال فلان وفعل. واليوم قال إذا فيك كذا سحر أو عين، روح اشتري فضة وضعها في ماء، المهم واصنع كذا وكذا. طب من قال هذا؟ قال والله مجرب. طب مجرب لأن الشياطين جربت هذا لك، فما يمكن أن نصنع هذه الأشياء أخواننا للتجربة. حتى التجربة من البعض، ليس التجربة من الكل، وليس التجربة من العارفين يعني الأطباء. نعم. قال من الواهنة. فقال الزاهد، من الواهنة يعني مثل قلنا الروماتيزم أو الحمى. الآن الحمى إذا جاءت تجعل الإنسان يعني المفاصل فيها أهل ألم، هكذا من الواهنة يعني تعب. نعم. فقال الزحة فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنها لا تزيدك إلا وهنا. في إيش؟ في الجسم أو في العقيدة؟ في الاثنين. الجزاء من جنس العمل. نعم. فزادوهم رهقا. نعم. فإنك لو مت وهي عليك، أي بعد أن بيّن له النبي ما أفلحت أبدا. ينتفي الفلاح بالكلية إذا كان يعتقد أنها مؤثرة بذاته، وينتفي بعض الفلاح إذا اعتقد أنها سبب وهي ليست بسبب. نعم.